السلام عليكم. مع قرب وداع شهر رمضان المبارك يسارع المسلمون بإخراج زكاتهم تلبية لأوامر الله تعالى وتحقيقا للسنة النبوية المشرفة، وتتجلى حكمة وجوب زكاة الفطر في أمور عدة، من أهمها أنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث، أي أنها تمحو ما قد يرتكبه المسلم في رمضان من منهيات شرعية في صيامه، وأنها طعمة للمساكين تغنيهم يوم العيد عن السؤال وتوسع عليهم في الرزق، كما هي شكر لنعم الله تعالى الكثيرة على الصائمين، ومنها نعمة بلوغ رمضان وإكمال الصيام. هذه الشعيرة وأهميتها في شيوع الرحمة والتكافل في المجتمع المسلم وضوابط إخراجها، تدور حلقة اليوم من فقه المال مع فضيلة العلامة الدكتور علي القرداغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. ونلفت عناية مشاهدين أننا نستقبل تساؤلاتكم الفقهية والشرعية على الهواء مباشرة من خلال البث الحي لبرنامج فقه المال على الصفحة الرئيسية للقناة على فيسبوك، وسنحاول الإجابة عليها مع ضيفنا الكريم. فأهلا ومرحبا بكم، وأهلا بك دكتور. جميعا دكتور، قبل أن نتحدث عن أحكام وضوابط زكاة الفطر في شهر رمضان، في شهر رمضان تتضاعف فيه الحسنات، فهل لإخراج زكاة المال في هذا الشهر الفضيل فضائل دون الشهور الأخرى؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبمناسبة أن اليوم هو اليوم 27 من هذا الشهر الفضيل، أهنئ إخواني وأخواتي بما تبقى من هذا الشهر المبارك من الأيام المباركات، وكذلك أهنئهم جميعا بعيد الفطر السعيد. هذه الفريضة التي تحدثتم في تقريركم الجيد حول بعض الحكم، فريضة أساسية، فريضة تكافلية، فريضة إنسانية، فريضة تحقق الوحدة الأمة حقيقة في أقوالها وفي أفعالها، لأن هذه الأخوة الإيمانية التي صنعها الإسلام فعلا ليست مجرد قول يقال ولا كلمة ترفع ولا خطبة مهما كانت رنانة، وإنما هي حقائق لابد أن تتجسد في واقع الأمة. المؤمنون مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، وفي رواية كمثل الجسد الواحد. هذا الجسد الواحد يريد الإسلام في كل مناسبة عظيمة مثل صيام رمضان وكذلك في الحج أن يركز عليها ويؤكد عليها بالإضافة إلى زكاة المال. هنا نحن في الصيام، ومع الصيام ربط الله سبحانه وتعالى الصيام بصدقة الفطر، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذا الدين جامع بين الدنيا والآخرة، بين علاقة الإنسان بربه وعلاقة الإنسان بإخوانه، حتى لا ينسى إخوانه الفقراء المحتاجين في يوم العيد، ويفرح كذلك بما يفرح به هؤلاء. وطبعا هناك أحاديث كثيرة جدا في هذا المجال، وربما قبل الأحاديث هناك آية حقيقة فسرها الكثيرون بصدقة الفطر، وهي قول سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. شوف جامعة بين التزكية الداخلية والتزكية الخارجية من خلال زكاة الفطر كما فسرت، وكذلك بذكر الرب سبحانه وتعالى في خاصة في هذا الشهر الفضيل أيام وليالي ليلة القدر، بالإضافة إلى الصلاة سواء كانت صلاة عادية أو صلاة العيد كما فسر بذلك. نعم دكتور، هل من فتاوى خاصة بشأن زكاة المال أو زكاة الفطر في هذا العام في ظل تفاقم أزمة الغلاء عالميا، استمرار أزمة كورونا وكل ما يشهده العالم من متغيرات ملحوظة؟ صحيح،
سؤال جيد، بارك الله فيكم. إذن هذا يتطلب منا أن نذكر الأصل العام في صدقة الفطر وما تقتضيه المصالح والجوائح بالنسبة لصدقة الفطر. نعم. أصل صدقة الفطر حقيقة فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، كما ورد ذلك في أحاديث كثيرة، ومنها حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد الخدري، بمجموعها تدل بأنه كانت الأطعمة السائدة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم كانت عبارة عن التمر والشعير والزبيب والأقط. وهذه هي الأمور الأساسية التي كانت موجودة. ثم بعد ذلك تطورت الحياة المعيشية في عصر سيدنا عثمان رضي الله عنه، ثم في عصر معاوية بشكل أكبر. فحينئذ قرر معاوية رضي الله عنه نوعا ما الاجتهاد في هذا النص، وهذا الاجتهاد وارد، وهو أنه يجوز فيه دفع القيمة من خلال خطب خطبة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يقول أبو سعيد الخدري، قال: أرى أن نصف صاع من سمراء الشام يعدل صاعا من التمر ومن الشعير ومن الزبيب. وطبعا نصف صاع يعادل صاعا لا يمكن إلا أن يكون ذلك من خلال القيمة، وهذا نوع من التطور الاجتهادي، حتى لو فسرنا بأنه زادت بعض الأشياء، بدل ما كان هناك أربع صار خمسة وربما ستة وسبعة وما أشبه ذلك. نعم. استنبط منه عدد كبير من العلماء جواز دفع القيمة. وهنا بيت القصيد: اليوم في ظل هذه الجائحة التي أدت حقيقة وإلى غلاء الأسعار، وجاءت مشكلة وحرب روسيا وأوكرانيا، نعم، كما يقال، زادت الطين إيش بلة. نعم. هنا حقيقة وجدت ديون ووجدت مشاكل وأمور أخرى، مما يؤكد ما قاله علماءنا السابقون من أن القضية مرتبطة بالحاجة. حاجة اليوم إلى النقود أكثر بكثير من حاجة الناس إلى تمر أو زبيب أو شعير أو ما أشبه ذلك. نعم. فمن هنا حقيقة نحن في هذا العيد، هناك ناس لا يستطيعون أن يشتروا ألبستهم، لا يستطيعون أن يشتروا حاجياتهم، عليهم ديون، فهذه الصدقة تساعدهم على أقل شيء في شراء بعض حاجياتهم الأساسية. وبالمناسبة صدقة الفطر لو جمعت بشكل صحيح ونظمت ليست قليلة. نحن اليوم على سبيل المثال عدد المسلمين 1,700,000,000 نسمة. نعم. لو حسبناها تقريبا على 4 دولارات لكل نفر، لأنه شرعا صدقة الفطر فريضة على كل إنسان. نعم. سواء كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى. عندنا 1,700,000، أضربه في 4 تقريبا يطلع في حدود أكثر من تقريبا 5 مليارات من الدولار. خمسة مليارات من الدولارات تضخ في الأسواق الإسلامية أو بين المسلمين. انظر كيف يكون لها آثار إيجابية في ما يسمى بالإنفاق العام، في تحريك العجلة، في دفع كذلك يعني عوز المحتاجين، وحتى ديونهم ومساعدتهم في كل ذلك. نعم نعم، يعني هذا يدفعنا للسؤال دكتور. أنا 1,700,000,000 مسلم هم ليسوا بالضرورة، يعني ليسوا جميعهم أغنياء، إذن هنا على من تجب زكاة الفطر وما هو سبب، نعم، إخراجها شرعا؟ جميل. تجب زكاة الفطر وهو صاع، كما ورد في الحديث الصحيح، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا هو 2 كيلو وتقريبا ربع، أقل من الربع لكن احتياطا، 2 كيلو و250 جرام. نعم. وحتى بين 150 جرام إلى 250 جرام. نعم. احتياطا نقول 2 كيلو، هذا هو المقدار. نعم. الفريضة على الجميع، على الذكر والأنثى وعلى الصغير والكبير، أي 1,700,000,000 نسمة من المسلمين يجب على كل واحد منهم، حتى الفقراء، أن يعطوا صدقة الفطر إذا كان عندهم ما زاد عن قوت يوم العيد فقط. نعم. إذا كان ليش؟ نعم. حتى يتعودوا على الدفع ويتفاعلوا مع البعض. الفقير يعطي
والغني يعطي، لكنه بالتأكيد ما يعطيه الغني يجب أن يكون أكثر، ويجب أن يكون يعني أفضل، لأنه هو له قدرة، والفقير يكتفي بأدنى أدنى الشيء. يعني مثلا لو يدفع الطعام 2 كيلو ربع من الطعام، أي طعام هو طعام السائد من البلد. وكما قلت الآن الحاجة تقتضي أن نفتي برأي عدد كبير من العلماء، وعلى رأسهم عمر بن عبد العزيز بالمناسبة، ومعاوية رضي الله عنهم جميعا، وسيد والإمام الأعظم. وإحنا عدينا وصل عدد القائلين من الصحابة والتابعين إلى أكثر من 80 صحابيا وتابعيا وفقيها. ويكتفى ب 82 عالم وفقيه يفتون بجواز ذلك. وحتى المتأخرون مثل ابن تيمية يقولون الأفضل هو مراعاة حاجة الناس. اليوم نحن في جائحة، اليوم هناك في أزمة عالمية، فلا بد أن نساعد الناس بشكل جيد. فمن كان يعني يقدر حتى على أكثر من هذا المبلغ، والمبلغ محدد عندنا في قطر ب 15 ريال، لكن أنا شخصيا أرى الآن الأسعار غلت بين 25، بين أقل شيء 20 إلى 25، أفضل شيء 25 ريال يدفع. عموما 2 كيلو ربع في أي بلد كم قيمته، كم قيمته من غالب قوت البلد، يجب أن تدفع لهؤلاء الفقراء والمحتاجين لقضاء حاجاتهم الأساسية ولإدخال السرور في قلوبهم كما ذكرت في تقريرك الجيد. نعم. طيب دكتور، إخراج زكاة الفطر إذن طعاما هو الأصل في الكتب والسنة، صحيح؟ حدثنا، يعني لو تحدثنا عن مشروعية إيجاز إخراجها نقدا. صحيح. حقيقة أنا التأصيل الشرعي الأساسي أن صدقة الفطر ليست من العبادات المحضة التي لا يجوز فيها الاجتهاد، وإنما هي من العبادات المربوطة بتحقيق التكافل، وبالتالي يجوز فيها الاجتهاد، أو كما يسمى علماؤنا السابقون معقولة المعنى، يدخل فيها التعليل ويدخل فيها يعني الجانب المصلحة. عبادات المحضة مثل الصلاة، لا مثل الحج لا يجوز. لكن الزكاة، حتى زكاة المال فيها اجتهادات كثيرة جدا، حتى صدقة الفطر عند الجميع بإجماع الجميع فيه اجتهاد. يعني مثلا كان في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم يدفع التمر أكثر شيء، هو الأساس، ثم الزبيب، ثم الشعير مثلا. اليوم ما أحد يعني لم يصبحوا هذه الأشياء أطعمة حقيقة في الغالب، إنما يعني مثلا الشعير لم يعد طعاما يعني للإنسان في الغالب. وكذلك التمر والزبيب أصبح كأنه فواكه رفاهيات. اليوم طعام البلاد إما القمح يعني أو الرز العيش. وبالتالي ولم يكن هناك في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم أي إشارة إلى الأرز إلى العيش أبدا، حتى القمح لم يكن موجودا في جميع الأحاديث أدخله معاوية. فبالتالي في اجتهاد. فما دام فيه اجتهاد، هذا هو الأصل التفكير، ما دام فيه اجتهاد فهذا الاجتهاد مربوط بالمصلحة، والمصلحة كما قال ابن تيمية إن كان حاجة الفقراء إلى الطعام يعطى لهم طعام، وإن كانت حاجتهم إلى النقود فتعطى. واليوم لو جمعنا الآن في الدوحة مثلا، لو جمعنا التمر، واحد يجيب تمر كويس واحد يعني لأنه تمر شرعا ما تستطيع تقول والله جيب لي التمر الفلاني، طيب بعد ذلك نوزع على الفقراء، وين يروحون بها؟ حتى لو اشتري التمر كيلو ب10 ريالات لا يستطيعون أن يبيعوها بريالين أو كذا، ولا يستطيع يروح. فبالتالي هذه القضية معقولة المعاني. وبالتالي يجوز فيها الاجتهاد. ومن هنا اجتهد في معاوية نصف كيلو، نصف صاع أي كيلو شوية يعدل 2 كيلو، كيف يعدل؟ لابد عن طريق القيمة، وإلا هذا مسألة مادية. يعني كيلو 125 فلنفرض جرام، كيف يعادل 2 كيلو ونصف؟ ما ممكن، أو 2 كيلو ربع، إلا من خلال القيمة. ولذلك اجتهد عمر بن عبد العزيز، اجتهد إمام الأعظم أبو حنيفة أبو يوسف، وكما قلت 82 عالما وفقيها وصحابيا أفتوا بذلك. نعم دكتور، دعنا نتحدث عن وقت إخراج الزكاة، متى يكون هذا الوقت، وما حكم تأخير الزكاة لما بعد العيد؟ تمام.
بارك الله فيكم. حقيقة بالنسبة للوقت، أفضل الأوقات هو ما يدور قبل العيد بيوم أو يومين أو 10 أيام، يعني لا يزيد عن ذلك. لكن هناك من العلماء مثل الإمام الشافعي رحمه الله، وهو من هو هذا القامة الكبيرة، يقول إذا دخل السبب وهو الفطر في اليوم الأول فحينئذ يجوز لك أن تدفع صدقة الفطر إن كانت هناك حاجة، ويستشهد بذلك بتعجيل الزكاة. يجوز تعجيل زكاة المال إذا كان النصاب موجودا، وهنا السبب الفطر، فإذا وجد اليوم الأول يجوز لك أن تدفع. وهناك من العلماء مثل الحنابلة قالوا بعد 15 يوم باعتبار الغالبية الفطر، يعني 15 دخلنا في 16 صار غالبية رجحنا. وهناك من العلماء فضلوا بأن يكون قبله بيومين، لأنه إذا خاصة إذا ما صرفنا في داخل البلد يكون صعبا توصيل المال إلى الخارج. وهذا بالمناسبة ضمن الأشياء التي تدفعنا اليوم بسبب جائحة كورونا وغلاء الأسعار، نقل زكاة الفطر. يجوز نقل زكاة الفطر مثلا إلى أقارب الإنسان المحتاجين في بلده، لأنه صلة وصدقة. يجوز نقلها لأماكن الجوائح مثل اليمن، مثل سوريا مثلا، مثل فلسطين مثلا. فهذه الأمور تقتضي أننا ندفع بوقت مبكر، وبالتالي نوكل جمعيات الخيرية هي تكون وكيلة عن الإنسان. إذن الزمن فيها ساعة حقيقة، ولا يجوز التضييق في الزمن. فشريعتنا في الصيام يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طيب. ففيه يسر يجوز لنا. نعم. يعني ومع هذا، يعني هل نستطيع أن نقول أن زكاة الفطر تسقط بخروج وقتها دكتور؟ وفي حديث صحيح في عن ابن حديث ثابت أقل شيء، عن ابن عباس رضي الله عنه حينما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة أي صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. هذا يعني العلماء فسروا هذا الحديث بأن وقت أداء صدقة الفطر إلى قبيل صلاة العيد. إذا أديت الصلاة أصبح قضاء، وبالتالي يكون الإنسان آثما. مثل صلاة مثلا أنت عليك صلاة الفجر ولا صلاة الظهر، أو أنا علي لا سامح الله لم أؤديها في وقتها، ما الحكم؟ الحكم أني آثم إذا لم يكن لي عذر. والأمر الآخر يجب علي القضاء. فالقضاء مطلوب، يعني لا تسقط الفريضة بالتأخير، وإنما يصبح الإنسان آثما. ولذلك يقول من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. يعني أنت قصرت يا أيها الشخص، أنت قصرت، وبالتالي يجب عليك التوبة ويجب عليك الأداء. نعم. طيب دكتور، لمن تصرف زكاة الفطر؟ وهل تجوز لغير المسلم، خاصة لمن يعيشون في دول الغرب؟ حقيقة بالنسبة لصدقة الفطر له خصوصية، يعني حتى مصارفها أو مصارف صرفها أضيق من الزكاة. الزكاة العادية 8، لكن الراجح بل يعني قريب من الصواب أن هذا خاص بالفقراء والمساكين، لأن الحديث الصحيح أو الحديث الثابت يقول طعمة للمساكين. فهذه الطعمة للمساكين، المساكين مقصود به يشمل الفقراء. يعني عندنا المساكين شوية أوسع، يعني المسكين الذي له شيء من المال لكن لا يكفي، مثل معظم الموظفين في معظم البلاد العربية والإسلامية. دول لهم رواتب لكن لا تكفي، مثل حالة أما السفينة دليل الشرعي فكانت لمساكين يعملون في البحر، لهم سفينة لكن دخل السفينة لا يغطي حاجاتهم، فسماهم رب العالمين مسكين. أما من هو أدنى من ذلك هو الفقير الذي ليس عنده شيء. بس إذن صدقة الفطر خاصة بالمسلمين من الفقراء والمساكين. في صدقة المال، زكاة المال، فيها مجال إذا كانوا
يعني غير المسلمين يعيشون في بلادنا أو مثلا في مخيم أنت توزع المال يجوز تبعا أن يصرف زكاة المال لهؤلاء، لكن صدقة الفطر صدقة دينية خاصة بالصيام، وبالتالي يجب أن تصرف، تؤخذ من المسلمين وتعطى كذلك للمسلمين. نعم. دكتور، في سياق متصل، يعني ما حكم توكيل الأولاد أو غيرهم في إخراج زكاة الفطر؟ يجوز توكيل يعني الأولاد وغير الأولاد أو غير الأولاد. وأيضا حتى إضافة لما تفضلتم به، الجمعيات الخيرية اليوم يعني مثل جمعية قطر الخيرية مثلا يجوز أننا ندفع لهم الزكاة، يعني معناه أصبحوا وكلاء ويجب عليهم شرعا أن يرتبوا أمورهم بصرف هذه الأموال قبل صلاة العيد. ولكن إذا لم يصرفوا فهم مسؤولون أمام الله، أنت أديت الواجب. نعم. طيب دكتور، هناك بعض الناس تتعفف من الفقراء، يعني تتعفف عن مسألة الغير، فهل يجوز للفقير أن يوكل شخصا آخر في قبض زكاة الفطر عنه بالنيابة عنه؟ نعم، يجوز. وأيضا لا يشترط أنك تقول هذه صدقة الفطر، لا يشترط، مجرد أن تعطي له المال النقد وهو فقير يستحق، خلاص لا يحتاج أن تقول هذه صدقة الفطر أو هذه زكاة المال، هذا لا يشترط. نعم. طيب دكتور، يعني في سؤال أخير عنا يدور في الأذهان، ما هي الضوابط الشرعية والاقتصادية بشكل عام لسلوك الاستهلاك والإنفاق خلال عيد الفطر؟ هذا مهم جدا. حقيقة بصراحة المسلمون اليوم يعانون من خلل في الموازين، وهذه الإشكالية الكبرى، ولذلك رب العالمين ذكر مع الكتاب الميزان. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، موازين. اليوم نحن موازيننا في معظمنا مختلة، وبخاصة في الصرف، هناك أناس ينفقون ببذخ وبدون مسؤولية وبدون أي شيء، ولا يفكرون في إخوانهم الفقراء، وبخاصة حتى في يعني في رمضان. ثم يزداد الأمر حقيقة سوءا في العيد، ناس يعني لابد مهما كان له أشياء جيدة ومهما كانت له أشياء طيبة وغالية يروح يشتري أشياء جديدة وببذخ. وحوالي من المسلمين اليوم حسب إحصائية الأمم المتحدة أكثر من 600 مليون مسلم يتضورون جوعا، وملايين من الأطفال يموتون وبالمرض وقلة الغذاء، ونحن حقيقة نسأل تسألن يومئذ عن النعيم. فلذلك هذه حقيقة التصرفات ليست صحيحة. فلذلك أنا أوجه ندائي إذا تسمح لي إلى إخواني وأخواتي بأن العيد ليس هو عيد البذخ، العيد هو عيد الفرح والسرور، وهو عيد إدخال الفرح والسرور في قلوب إخوانكم. فبدل ما تنفقوا هذه الأموال في البذخ وفي مظاهر الإسراف والتبذير حيث حرمهم الله سبحانه وتعالى، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، هذا إسراف في الحلال. أما إذا كان إسراف في الحرام يسمى تبذير. أو حينما يقول ويعني إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، يعني لا سامح الله يدخل الإنسان في هذا المجال إذا كان وصل إلى مرحلة التبذير في الحرام، وإذا وصل إلى مرحلة الإسراف. فلذلك وجه ندائي بأن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أموالهم، فهذه أمانة، ورب العالمين يسألهم على يعني يسأل المال في أمرين، فيما اكتسبه وفيما أنفقه، له سؤالان خاصان. كذلك إخوان الفقراء، أخواتنا الفقراء في فلسطين، في غزة، في القدس، وكذلك في يمن، وكذلك في سوريا، وفي معظم بلاد، وفي روهنجا، وفي أماكن كثيرة، وفي كشمير يتضورون جوعا. فلذلك فلنتقي الله سبحانه وتعالى في أموالنا، ولنتقي الله سبحانه وتعالى في إخواننا المحتاجين. نعم، بهذا إذن تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من فقه المال. شكرا لك دكتور، وكل عام وأنت بخير، والشكر موصول كذلك لمشاهدينا الكرام، كل عام وأنتم بخير، إلى اللقاء.